هذه المقالة في ايه؟ اه انه ما قصرش قيمة الكابتن علي معلول في المهارة، بالظبط زي الكاتبة دكتورة زينب ما قصرتش قيمة الكابتن الخطيب في المهارة. هناك شيء آخر يا أستاذ إبراهيم يحول الشخص إلى قيمة تتجاوز المهارة، قيمة مؤثرة في محيطه. قيمة علي معلول أنه تحول إلى قيمة مؤثرة في محيطه، وهما ما لم يتحلى به يعني إلا قلائل جدا من اللعيبة الأجانب اللي جم. محتمل مين افاد اكتر، واحد يقول لك فلافيو، واحد تاني يقول لك مش عارف كابتن علي معلول، واحد يقول لك جيلبرتو، واحد يقول لك ايا كان فيليكس، واحد ده بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن علي معلول في حته مختلفه شويه، انه تحول الى قياده مقبوله، مقبوله مش مفروضه من الفريق. تشعر ان هم بيحترموه، تشعر بيسمعوا كلامه، تشعر ان هو لما يشاور لهم يتلموا عليه، تشعر لما يقول لهم مفيش غضاضة، في حب، في يعني علي معلول قيمة تحولت داخل النادي الأهلي إلى شيء يجب أن يستثمر وأن يبقى وأن يلتصق بهذا الكيان. وهكذا يراه، هكذا يراه كل جماهير النادي الأهلي. وأنت بتلعب كورة أنت بتصيب وأحيانا تخطئ طبعا، وأحيانا لا توفق، مش تخطئ. ولكن علي معلول يعني الحقيقة تجاوز بأرقامه انك تتذكر له مواقف يعني. انما القلق ساعات يفرض على الجماهير انها في لحظة تقولك لما كانتش دي كان حصل حصل. علي معلول عند الناس يا استاذ ابراهيم في القلب، موجود في مكانة يعني غير مسبوقة، ويصعب على المحترفين حقيقة أن يجتهدوا كثيرا كثيرا عشان يخشوا في المساحة بتاعت في محلول السعادة في ده. محلول السعادة. فعلي معلول يا رب يعني يوفق ويظل ملتصق بالنادي الأهلي، وهنشوف حاجة غريبة، هنشوف كيف يستفاد من لاعب أخلص لناديه وهو لاعب محترف حتى الآن. والنماذج كثيرة، كل اللي ذكرتهم دول ما زال بعضهم، اعتقد انيس بوجلبان ما زال، انيس بوجلبان وجيلبرتو وفلافيو، ناس كتيره جدا، وفيليكس لما بيطلب منه، بس فيليكس شويه هجاص يهزر كتير ويضحك كتير، انما ما حدش بيطلب منه حاجه لما بيعملها يعني وبسعاده. لا، احنا بنسعد بالمحترفين اللي جولنا، واخرهم و أولهم وأولهم وأدومهم كمان. علي معلول أو علي محلول السعادة كما أطلق عليه الأستاذ عثمان العضيبي السعودي.